أنا أقول أنه إذا لم يؤسسوا لقانون يمنعون بالكتل السياسية، بالنتيجة إذا لم يمنعوا الكتل السياسية التي تحتوي أو تمتلك أذرع مسلحة، وهذا هو في نظام الأحزاب أيضا موجود، إذا لم يكونوا قادرين على منعها من المشاركة بالانتخابات هناك خلل بالانتخابات. هذا لا يعني بوجهة نظري العزوف كليا أو الابتعاد عن الانتخابات، لأنه أيضا يعني مو خيار شد أشوفه يعني جربناه. أيضا موضوع الفساد، المهمة الأساسية لحكومة السيد السوداني واللي الناس وأنا واحد من عندهم كان عندهم ثقة بمجيئة لهذا المكان، هو محاربة الفساد والفاسدين. طيب إذا لم تقلم أظافر الفاسدين في قبل الانتخابات ودخلوا بالكتلة المالية الكبيرة التي ملكها كل منهم في الانتخابات القادمة في ظل وجود مجتمع جائع ومتعب، أنا أعتقد سيكون هناك خلل كبير جدا. يا دكتور صالح الله يستر عليك، مطلوب هاي الدعوة إذا السودان يسويها يعني 80% من الولد ما يشاركون. إيه أنا يعني أركز وأقول أن المهمة الأساسية قبل الانتخابات وقبل التفكير حتى بالانتخابات إنهاء المجاميع الفاسدة، وعلى الأقل عدم السماح لها بالمشاركة بالانتخابات. ولا يقولوا لي وينهم، خلينا نشخصهم، يعرفوهم واحد واحد. ويعني بمجرد الذهاب إلى يعني قانون من أين لك هذا، تقدر تقول له أنت أخي منين جبت هالمال هذا، كل واحد تصرف عليه مليار ومليارين دينار، وأنت عندك عشرات المرشحين، بل احيانا يعني يصلون الى 100 مرشح، منين تجيب هالمال هذا؟ عسى يقول لك الله رزقني. اذا كانت سرقه من الداخل الله يرزق واحده ما يرزقنا وياه. ها الحلال. لا هي واضح انها مو رازقه، لانه خلاص والله رزقك، تعال قول لنا شلون الرزق جاك، حتى هم نمشي بدربك مصادره. إذا كنت سارقة من ثروات الشعب فما مسموح لك تمثل الشعب. إذا كنت ماخذة من دولة أجنبية لكي تكون تابع لهذه الدولة أو تلك، فأيضا ما تستحق أن تقود شعب مثل شعب العراق ولا بلد مثل بلد العراق. أرجع وأقول لك، أنا قايلها في لقاء سابق، لا يمكن أن يكون هناك زعيم في البلد أو قائد في البلد يحكم العراق، وليس العراق فقط، ربما أي بلد آخر، وهو فاسد. قضية الفساد قضية أساسية، لا يمكن للشخص أن يقود ويتربع على الحكم ويحترم من قبل الناس ويطيعوا الناس، خاصة في نظام ديمقراطي وهو فاسد. أي. فإذا تيجي تفتش في هذا الموضوع ستجد القليل جدا من هذه الطبقة السياسية الذي يصلح لأن يبقى في هذه العملية السياسية ويقود البلد بالاتجاه السليم. طيب دكتور صالح أبو محمد، لذلك أبو محمد، مرة أخرى مهمة رئيس الوزراء وحكومته ومؤسساته أن يقلموا أظافر الفساد قبل الذهاب للانتخابات. إحنا الآن لسنا بحاجة إلى انتخابات بقدر ما محتاجين إلى استقرار وتنمية. أي استقرار وتنمية، خلي يحصل الاستقرار والتنمية وبعدها نروح للانتخابات والعملية الديمقراطية، ما مستعجلين.